المتظاهرين اتوا بقوات لكنهم لم يستخدموا القوة، لم يستخدموا العنف، تعاملوا بشكل راقي جدا. يعني نقل الصورة اولا كل دي اوراق ضغط بيمارسوها السويسة من علشان خاطر احنا حقيقي شايفين كوميديا بتحصل في مصر. المدنيين بيحاكموا عسكري والعسكريين بيحاكموا مدني. اللي حاصل دلوقتي ان احنا لما رحنا عند مدخل القناة، مش اقتحام القناة ولكن ورقة ضغط، بنقول احنا بنقدر نوصل، خلصوا وانجزوا لنا. لما جينا عند الميناء طبعا تحرك كان عشوائي. لماذا التحرك الى الميناء؟ التحرك الى الميناء، الناس لقيت نفسها قاعده هناك. احنا حتى كلمنا الجيش، نوروا النور للناس عشان الناس تشوف بعض، عشان عدم تاخد بلطجيه، عملنا دروع بشريه، قلنا لهم احنا اللي نحمي القناه مش الجيش اللي يحميها ولا اي مخلوق تاني يحميها. ولما نقلنا على الميناء دلوقتي سويسه بكل شياكه بكل احترام وشباب زي الورد جم للاعتصام وليس للاقتحام. الجيش لما جاي دلوقتي، لان ما كانش في حساباته خالص، كان في وحده بس هنا اهوت، ونقل طبعا قواته كلها ان هو معانا، لكن احنا اللي بنعمل دروع بشريه والسويسه هم اللي بيقفوا بيحموا منشاتهم. شعب السويس، شعب استنوني يا جماعه، شعب السويس شعب بطل وشعب عظيم، وشعب السويس هو اللي بيحافظ على قناه السويس، وهو اللي حرر قناه السويس في 73، وهو طول عمره بطل، وعمر ما في ابن من ابناء السويس هيعمل اي حاجه في القناه ولا هيضرب القناه. شعب السويس بس كل حاجه واحده، بيطالب بحقه وبحق شهداء السويس وابناء السويس. شعب السويس دمه فدا قناه السويس، ابناء السويس ما فيهاش بلطجيه، ما فيهاش صيع. السويس دي رمز لمصر كلها، انا بلدي العرب كله. السويس يجب ان تكون عاصمه جمهوريه مصر العربيه. شعب السويس شعب عظيم. نقدر هذا الحماسه، لان اهل السويس تضرروا كثيرا من القول انهم بلطجيه. عايز تقول ايه؟ السويس مش بلطجيه، السويس احرار. السويس مش بلطجيه، السويس احرار، السويس رجاله. السويس هي اول شهيد ضحى فيها في ثوره 25 يناير. السويس هي احرار الجمهوريه العربيه كلها. انت حضرتك حريصه، ده ابني، ده ابني وجيت اوري له ثوره عشان يعيش بعد كده احرار. الحريه دي ليك انت، اتكلم يا حسام. انت جاي لي يا حسام؟ عشان اعرف الدنيا. علشان ايه؟ اعرف الدنيا. وايه اللي عرفته النهارده؟ ايه اللي شفته النهارده؟ الثوره. انت شايف ان انت جاي تقف مع الثوار والثوره؟ الحمد لله. عشان يحجبوا قران. احنا طالبين حريه، كرامه، عداله اجتماعيه. احنا لا شايفين حريه ولا شايفين كرامه ولا شايفين عداله اجتماعيه. هم جايين هنا، هم هنا جايين هي وسيله ضغط مش اكتر، والمظاهره كلها سلميه ومفيش اشاعات ولا في اي حاجه. الناس كلها محترمه وهي وسيله ضغط مش اكتر. احنا بنتكلم، انا بتكلم، جايين هنا كلنا عشان التهديد اللي عامله اللي هو اسماعيل. بعد عامل تهديد للسويس، احنا خط احمر قبل الكلام ما يكون خط احمر. السويس خط احمر، احنا جايين للقصاص، احنا مش شايفين حد يجيب لنا حقنا. بالنسبه للسويس، السويس من تاريخ الزمن، من تاريخ الزمن وهو خط احمر، بلد اسمها بلد ابطال، ليس البلطقيه، مفيش حاجه اسمها بلطقيه، احنا هنا من هو ليه تحرك من بور توفيق لميناء باب 5؟ ليه؟ احنا بس احنا بنقول للناس وبنقول على مستوى الجمهوريه، احنا سويسه طاهره، ليس حراميه وليس تبعين وليس بلطقيه. اليس هناك خوف من ان يندس بعض العناصر وتخرب هذا التظاهر السلمي؟ انا كراجل جلجان شعبيه، انا كراجل جلجان شعبيه بحمي الثوره وبحمي شباب الثوره، بس بقول اللي هو صدقي قائد الجيش نمره واحد، هو كذب امبارح قال ان مفيش حد من الثوره شباب الثوره اتضرب. لا، في شباب اتضرب وفي شباب اتكهرب. يعني نتحفظ، هو له تصريح وانت تقول ان ما حدث، يعني انت حضرتك كنت موجود. يعني اي شباب الثوره ونايم في الجنينه المرشدين. واحنا بالامس عملنا حوار مع عربي وتحدث على ما حدث له عند العين السخنه. نعم. سيدي الفاضل بعد اذنك، انا عايز اقول ان الجيش المصري لو عايز يلم الموضوع ده من مصر في ايديه يلمه، بمحاكمة مبارك والوزراء السابقين ومحاكمة الضباط الذين قاموا بقتل شباب ثورة 25 يناير، بيدعوا على الشعب انه بيضغط على الدولة اكتر من اللازم. لو هم بيضغطوا على الدولة وبيقول لك الدولة ما فيهاش فرصة عمل وما فيها نسبة بطالة، الشركات اللي خصخصوها وباعوها، الحاجات اللي باعوها المصانع والشركات دي
من اجل كلمه ان مصر متدينه. مصر متدينه ان اصلاح كل هذه الاوضاع ياتي من يوم او من يومين، يعني لابد ان يكون هناك خطه وتوقيتات زمنيه لمعالجه كل هذه الامور. احب اقول يا فندم، اعلم جيدا ان الشعب المصري على درايه ان القضاء المصري تواطأ. خدت بال حضرتك؟ اعلم سيدي ان القضاء المصري الذي زور الانتخابات في عهد الرئيس السابق، يعني لا نطلق التعميم على قضاء، نقول بعض القضاء، لان قضاء مصر قضاء شامل. احنا جاتنا يا فندم بعض القضاء، احنا جاتنا يا فندم خيبه امل في القضاء المصري، وجانا خيبه امل في الراجل اللي نزل في ميدان التحرير وقال انا منكم، الدكتور عصام شرف. جالنا خيبة أمل، احنا في صدمة لغاية الآن. ازاي ان الشعب يقتل من حكومته؟ احنا بقينا يعني الناس كلها والدول كلها بتتفرج علينا، بيقول لك ازاي. نعم استاذ مجاهد، احب اقول للمجلس العسكري، حضرتك ما عرفتش تدير البلد كويس في الوقت الحالي، والثوره مش وحشه، والثوره يعني المجلس العسكري المجلس انه مع الثوره ومع مطالب الثوره. تحب تقول ايه؟ عايز اقول له شرف زي ما طلعت من ميدان التحرير والسويس، تنزل برضه وتخلي عندك شرف يا عصام شرف. يعني نتحفظ على هذه الالفاظ، يعني نحن نعلم ان الدكتور عصام شرف له شرف مثل كل المصريين، وان كان لك تحفظ على بعض اداء، لكن ليس تحفظ على شخصه او ما يقول. هذا الوقت شايف انا ما بحكموش العسكري خالص، محافظ السويس كان بردك راجل عسكري، بردك كرموه ما حفظوش. مبارك سيف الدين جلال ده كرموه ما حكموش، ده راجل دلوقتي فاسد ومعروف ان هو حرامي كبير، دلوقتي ما حكموش. هل الراجل العسكري ممنوع من المحاكمه؟ مبارك ما تحكمش. تحب تقول ايه حضرتك؟ اقول البلد مستهدفه، وامريكا عايزه تخش هنا عشان تاخد الكنال والبترول والناس دي كلها كده، يعني غلط اللي بيعملوه. بس يعني انت مش مقتنع باللي بيحصل دلوقتي هنا في مقتنع باي حاجه خالص؟ يعني البلد مستهدف. الناس بيقولوا ان هم جايين يتظاهروا عشان يوصلوا مطالب الثوره. ماشي المظاهره، احنا مع المظاهره وكل حاجه، بس في ناس بتستغل الظروف ديت وبتستخبى معانا. يبقى احنا بقى ايه عايزين؟ يعني نمشي العمل، نمشي للطرق والكلام ده، احنا نحميها بنعرف نحميها. شعب السويس مش حراميه، واصغر عيل في السويس حامي السويس ومحافظات الباقي. تحب تقول ايه حضرتك؟ هو مش لازم يعني يحصل مظاهرات واعتصامات عشان يلبوا بعض المطالب؟ يظبطوا البلد شويه عن كده، يظبطوا البلد كده. السويس رجاله، شعب محترم. هو الناس راحت الميدان كلها. السويس رجاله. كما ترون كان هذا هو حديث اهل السويس عما اتوا اليه هنا في ميناء بور توفيق للحديث عن المطالب. نعود الى الاستوديو ونستكمل الحوار مع الزميل ايمن عزام، فننتقل الى هناك.